الفن الصادق الحقيقة من أجمل الطرق اللي تقدر توصل بيها رسالة من خلال الإعلام العربي. والحقيقة هنا يعني في بيت للكل دايما بنفكر إن احنا نقدم لكم حلقات كتير متنوعة. فكرنا في حلقة مهمة جدا عن الشعر والشعر العامي أو بالعامية، لأنه الشعر الحقيقة احنا كدول عربية بيأثر فينا جدا، واحنا أساسا معروفين بقوتنا في الشعر بشكل عام، لكن اخترنا شعر العامي اللي هو يبقى أقرب كمان إلى شعوبنا العربية اللي يعني تتقبله وبتسمعه وبتتكلم عنه وبتغنيه أحيانا في أغنيات. فحلقة هنا مهمة في الديكور هنا في الاستوديو، أنا فاكرة، والحقيقة الحلقة كانت مع فارس قطرية اللي قاعد يقول قصيدة ويلقي قصيدة للأب وبعدين قصيدة للأم. مش قادرة أقول لكم حالة الاستوديو كانت عاملة إزاي، يعني كلنا كنا في حالة ونسينا إن إحنا مذيعين ونسينا كل حاجة، وكل واحد تأثر بشكل أو بآخر وقد إيه الشعر قدر يلمس قلوبنا، وكانت يعني يمكن فقرة صعبة علينا جميعا، لكن في النهاية بعيد عن التأثر وبعيد عن كل حاجة، الشعر من الحاجات اللي بجد بتعبر عننا طول الوقت. خلينا كده أروح لسلام وهو يكمل بقية الكلام. أنا متذكر الحلقة هاي كتير منيح يا شافكي، كنا مع فارس قطرية وشعراء من الأردن وفلسطين. أنا تأثرت وإحنا بنصور وأنا بشوف الحلقة في التلفزيون، كانت حلقة مؤثرة جدا ولكنها حلقة لا تنسى تماما. عايز أسمع قصيدة كتبتها عن الأب. تمام، اوكي، احكي لنا سبب القصيده وقول القصيده. يعني انا القصيده دي عشان خاطر انا شايف ان الاب مهدور حقه شويه، ما فيش حد بيكتب عنه، او دايما ام طبعا هي طبعا ست الناس يعني وست القلب زي ما بيقولوا كده، بس انا بس الاغاني نشوفها بس للام مش للقصيده بالظبط. فانا قلت نكتب حاجه للغلبان ده، فكتبت له القصيده دي بتقول قالوا في الاب انه الضهر والحيطة اللي شايلة البيت، وأنا قلت أبويا يعني سند العمر، يعني الإيدين الخشنة والظهر اللي ما يملش، يعني اللي بيشيلك في وقت الناس ما بتشيلش، يعني اللي عوده يميل ولا يسيبك تميلش وتتعكز عليه ولا تخاف، حنان أمك يبان أكتر فتكتب عنه وتزود، وهو حنانه متداري بيظهر بس مش متشاف، وقت أمك ما تغرف لك بيبقى الأكل هو تغطيك، أمك إن تبرد فيبقى الحاف، تشوف في عينيه زمن وحياة وأيام عاشها علشانك، ويتبهدل من الدنيا وياخد ضربها مكانك، بتزعل لما يقسى عليك عشان ما تدقش من مر، وراحته تروح عشان راحتك ويدبل عمره في زمانك، أبويا كفوف تشيل ما تميل، أبويا السيرة والتفاصيل، أبويا الظهر من الأيام وحب حقيقي دون تمثيل، أبويا قلب هادي جميل بوش عجوز وقلب شباب، أبويا نغاب تغيب الشمس وبيتنا يبات بدون الباب، حلوة الأيام وأنا بتحامى في ظهرك من الجاي، بتباهى بإنك من دمي وبشوفك وسط الناس هيبة، بتعلم منك أكون إنسان وإن إحنا ما بيطلناش عيبة، أسوأ وحنية في نفس الوقت وبحور بتفيد جبر وطيبة وحاجات أكبر من كونها حاجات، من يعني يحبك تبقى أحسن منه غير أبوك بالذات، أنا أبويا الإيد اللي في ظهري وعارف إنها دايما سندة، أنا أبويا الشخص اللي لما احتاج بيجيني لوحده بدون مندة، مسمار الظهر ونور العين سيد كل الناس وحبيب الكل، انا ابويا يطل الدنيا بخير والحاجه تفك ان كانت عندها، في ايديك عديت اول شارع بعينيك بصيت على الناس في امان، من عمرك عشت اجمل ايام وبسيرتك بمشي في اي مكان، بتوقف لك كل الناس تقدير وتشيلني الناس تقدير لاجلك، عيني ما تنزلش لايا كان تنزل لك وحدك ولاجلك، ربنا ما ينزل عنا لحد موجود وسطينا وهلجأ لك فالدنيا تمام، ربنا يابا يديمك عكاز ويطول حسك في الايام يا رب. وعجب يعني منك لله يا فارس بجد. هو انا كل كده يعني كل الطقم ده، انا ابويا متوفي ربنا يرحمه ويرحم جميع الامراض، كده جمله انتوا انكسر الباب من غير باب ودمرت احمد ودمرت اليوم خليني دمرتنا، يمكن شافك تحكي بين فقد الأب يعني شيء صعب، خاصة فقد الأحبة، فراقهم متعب للغاية قوي.
وانت مثل ما ذكرت بين الاب مولانا يعني احنا ما لقينا غير الدموع جواب على قصيدتك.